بدأنا الحلقة النهاردة بيوم القضاء المصري للسنة الثانية على التوالي. بيتم الاحتفال بهذا اليوم. كنا بنتكلم في بداية الحلقة عن عدد من مشروعات القوانين اللي اشتغلت عليها وزارة العدل وهتتقدم لمجلس الوزراء. كمان بيتزامن مع ذلك أيضا انعقاد البرلمان أو مجلس النواب تحديدا، وبالتالي هناك أجندة من المشروعات للقوانين موجودة على رأس الأولويات في الدورة، هذه الدورة من البرلمان. طبعا لما نتكلم عن قوانين، كل سنة الناس ممكن تكون بتتساءل عن قوانين زي قانون الإيجار القديم، طبعا قانون الأحوال الشخصية. هناك قوانين محتمل أيضا مناقشتها في هذه الدورة ومتعلقة بالمساءلة الطبية، وهذا سيكون قانون في منتهى الأهمية يتعلق بصحة المصريين وحقوق المريض وحقوق أيضا الطبيب، وأيضا العقوبات اللي يعني العقوبات اللي هتقلل من عدد من الأخطاء الطبية أو أي حوادث إهمال. طبعا هناك عدد آخر من القوانين تنتظر النواب في هذه الدورة من الانعقاد. احنا عايزين نعرف ايه أبرزها. معانا الأستاذ أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مساء الخير، أهلا بيك سيادة النائب. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. طبعا بالتاكيد احنا عايزين نعرف ابرز مشروعات القوانين اللي على اجنده مجلس النواب في هذه الدوره. طيب خليني من البدايه اقول لحضرتك، احنا منهجنا في تنسيقيه شباب الاحزاب الالتحام مع كافه القضايا الشعبيه بكافه الطرق، سواء من خلال الاجنده التشريعيه او سواء الادوات الرقابيه، يعني جنبا الى جنب. وخليني اقول لحضرتك ده ظهر بشكل جلي في دور الانعقاد الاول ودور الانعقاد الثاني، واحنا النهارده في دور الانعقاد الثالث. زي ما حضرتك اشرت، في عدد من المشروعات المتعلقه ومحل الاهتمام الخاصه بالجماهير وغيرها، سواء كان بيتم استخدام الادوات التشريعيه بالتقدم بمشروعات قوانين او استخدام الادوات الرقابيه من خلال مساءله الحكومه في كافة الإجراءات والتفاصيل اللي بتتم في أدق حياة المواطنين. الفترة اللي جاية بالفعل هنشهد مناقشات عدد من القوانين اللي حضرتك أشرت إليها، في عدد من القوانين الأخرى ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الهام للمواطنين، بالإضافة إلى عدد من الأدوات الرقابية هتستخدم لحماية المواطنين وحماية المستهلك، وكافة الأمور هتكون مطروحة خلال دور الانعقاد الحالي. طيب لكن لو تقول لنا أبرز الأولويات الآن من ناحية التشريعية فيما يتعلق بالقوانين اللي كل سنة المفترض مجلس النواب، يعني هناك حتى قانون العمل الجديد وده هيهم عدد كبير وملايين المواطنين من اللي بيشتغلوا في القطاع الخاص وغيرها من القوانين الأخرى المنتظرة على أجندة النواب. خليني طيب أبدأ من قانون العمل. قانون العمل بالفعل تم مناقشته في مجلس الشيوخ، من يعني خلال الفترة القادمة هيتم إعادة المناقشة في مجلس النواب، لأن زي ما حضرتك تعرفي أن مجلس النواب هو بيت إقرار القوانين، فبالتالي هيتم إعادة مناقشة مواده سواء في اللجان المختصة من ثم في الجلسة العامة من ثم إقراره. وده قانون بيهم كافة المواطنين في كافة الشرائح، لأنه بينظم العلاقة ما بين العامل من ناحية ومن ناحية أخرى رب العمل، وأعتقد بشكل كبير في انحيازات ضخمة تجاه الحفاظ على حقوق العمال من خلال هذا القانون. يعني كان مطروح أيضا موضوع إنشاء محكمة عمالية. الحقيقة احنا ناقشنا بالفعل مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ في مساء دي أمسي تفاصيل من هذا المشروع. العديد من الأمور مطروحة للمناقشة، لكن بشكل نهائي ما اقدرش ادي لحضرتك تفصيلات نهائيه قبل ادراجه في اللجان النوعيه المختصه، سواء لجنه القوى العامله في مجلس النواب، ومن ثم وصوله الى الجلسه العامه للتصويت عليه. لكن بشكل واضح وانحياز كامل نحو وجود علاقه متزنه بين العامل ورب العمل من ناحيه اخرى. ناقشنا قانون الايجار القديم، او يعني كما يطلع عليه، أو وفقا لمصطلحاتنا القانونية قانون الأماكن المعدة لغير سكنة والمؤجرة لمؤسسات وجهات رسمية، وبالفعل تم إقراره في دور الانعقاد الماضي.
ومن ثم كافة الأمور مطروحة في كافة في هذا الشأن في العلاقة الإيجابية. لكن في النهاية ده بيخضع لي شكل من أشكال الحوار المجتمعي الطويل ويعني في أدق تفاصيله وصولا إلى حالة مرضية لكافة الأطراف وتعلي المصلحة العامة بالمقام الأول. فالتعجل في حكم من أحكامه ما أعتقدش هيكون في مصلحة أي طرف من الأطراف العلاقة الإيجابية. احنا بنشكرك جدا احمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، شكرا جزيلا ليك.